أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وامتعوا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبنائي وبناتي، كل عام وأنتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. أتمنى أن يكون الجميع بإذن الله تعالى في أتم صحة وأسعد حال، وكلنا نتمنى أيضا أن يصلح الله جميع الأحوال الخاصة ببلادنا العربية والإسلامية على وجه الخصوص. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى محاضرة البث المباشر الأول في مقرر السلوك التنظيمي. طبعا كما نعلم جميعا أننا غطينا عدة محاضرات سابقة، في هذه المحاضرة سوف تكون مراجعة عامة لما سبقت دراسته. أول فصل أخذناه تحدث عن السلوك التنظيمي كتعريف، ثم النظريات الإدارية والسلوك التنظيمي، ده الفصل الثاني، ثم الإدراك خصائصه ومراحله وأثره على السلوك التنظيمي كان الفصل الثالث، الفصل الرابع كان الاتجاهات مفهومها وخصائصها وأهم أنواعها، الفصل الخامس اللي هو القيم ونتحدث عن مفهومها وخصائصها وعلاقتها بأخلاقيات أو بأخلاق العالم. يعني المحاضرة دي زي ما اتفقنا هتكون مراجعة شاملة لما سبقت دراسته منذ بداية هذا الفصل الدراسي. أتمنى من الجميع بإذن الله تعالى أن يدخل ويشاهد المحاضرة، لأن مشاهدة المحاضرة عليها درجة. النظام أي طالب وطالبة بيسجل معانا في حضور المحاضرة سوف يأخذ محاضرة، عشان كده محاضرات المبث المباشر الثلاثة في هذا الفصل كل محاضرة عليها درجة تحسب من 100 درجة اللي عندك في هذا المقرر. نبدأ بإذن الله تعالى في تعريف السلوك التنظيمي. طبعا احنا غطينا هذا الكلام، بس ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلوك التنظيمي زي ما اتفقنا أو أي مفهوم عندنا أكثر من تعريف له كما ذكرنا قبل ذلك. إذن السلوك الإنساني بصفة عامة هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابة حركية ذهنية باطنية للمثيرات التي يتعرض لها الفرد. أي واحد فينا يتعرض لمجموعة مثيرات بيكون له رد فعل، سلوك behavior. إذن السلوك الإنساني هو ردود فعل الإنسان للمثيرات التي تصادفه بشكل عام وفي أي زمان وفي أي مكان. خلي بالك ده السلوك الإنساني بصفة عامة. وإذا ما صادفت هذه المثيرات الفرد في العمل أو في التنظيم أو المنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها، سمي سلوكه الصادر كاستجابة لهذه المثيرات بالسلوك التنظيمي، وده محور حديثنا. هذه المثيرات بتكون، واحد يقول لي يعني مثيرات يعني إيه؟ أقوال، أفعال، سياسات، قرارات، ضغوط، علاقات عمل إلى آخره، وكلها قد تصدر عن فرد أو مجموعة أو عن التنظيم ككل، كما أنها تؤدي إلى استجابات مختلفة تنوع باختلاف التكوين النفسي والجسدي والمكونات والعناصر الأخرى للفرد. يعني خلي بالك كل واحد استجابته بتبقى مختلفة عن الآخر، عشان كده لو جالك في الصح والخطأ استجابة الأفراد للمثيرات التي تحيط به واحدة العبارة خطأ، وده يتوقف على خبرة الإنسان، صفاته الشخصية، قدراته، إمكانياته، كل هذه الأشياء تجعل الاستجابة مختلفة. وفقا لما سبق نعرف السلوك التنظيمي بأنه كل ما يصدر عن الفرد من ردود أفعال المثيرات التي تحدث له في محيط العمل. ده أبسط تعريف للسلوك التنظيمي. عندنا عالم السلوك التنظيمي سيدلابي وولس يعرفان السلوك التنظيمي بأنه هو الاهتمام بدراسة سلوك العاملين بالوحدة التنظيمية المختلفة أو بالوحدة التنظيمية المختلفة واتجاهاتهم وميولهم وأدائهم. فالمنظمات والجماعات الرسمية وغير الرسمية تؤثر في إدراكات العاملين ومشاعرهم وتحركاتهم، كما تؤثر البيئة في المنظمات البشرية وأهدافها. يعني هنا هذا تعريف آخر للسلوك التنظيمي، بيهتم بكل ما يدور في المنظمة أو المؤسسة حول الأفراد والمنظمات والجماعات الرسمية وغير الرسمية، وكل ده أيضا يدخل في محيط السلوك التنظيمي. هناك تعريف آخر للسلوك التنظيمي كعلم من العلوم الإنسانية، وهو أنه ذلك الحقل
الذي يهتم بدراسة سلوك واتجاهات وآراء العاملين في المنظمات وتأثير المنظمات الرسمية وغير الرسمية على إدراك ومشاعر وأداء العاملين وتأثير البيئة على المنظمة وقواها البشرية وأهدافها، وأخيرا تأثير العاملين على التنظيم وكفاءته. إذن فعل ورد فعل، علاقة متبادلة بين الأفراد والتنظيمات اللي موجودة داخل المنظمة، والمنظمة بكل ما تحتوي أيضا لها آثار، لها تأثير واضح على العاملين بها. هذا هو تعريف آخر للسلوك التنظيمي. خلاصة القول أن السلوك التنظيمي هو علم يميل إلى معالجة مواضيع لها علاقة بإيه بقى؟ بالعمل والوظيفة والعاملين، مكونات التنظيم والإنتاجية والكفاءة والفاعلية والبيئة الداخلية والخارجية للتنظيم والسياسات والاتجاهات والمشاعر وردود الأفعال والتنظيم الرسمي وغير الرسمي. إذن كل ما يحدث داخل المنظمة يهتم به السلوك التنظيمي. ده أعتقد أنه أبسط تعريف، وهو التعريف اللي ممكن نأخذ به من كل هذه التعريفات. ما فيش مانع أي واحد يبقى عنده تعريف لنفسه من كل هذه التعريفات السابقة. تطبيقات السلوك التنظيمي. يرى ديفيز وهو أحد العلماء أن مصطلح السلوك التنظيمي يطبق بشكل واسع على تفاعل العنصر البشري من خلال جميع أنواع المنظمات. يعني ما فيش منظمة سواء كانت أعمال تجارية، أعمال حكومية، مدارس، منظمات، خدمات إلى آخره ما فيهاش سلوك تنظيمي. خلي بالك، يعني ديفيز عاوز يقول لنا أن السلوك التنظيمي موجود في كل تجمعات إنسانية سواء داخل المنظمات أو خارجها، وإنما يحل الأفراد مشاركين بعضهم البعض الآخر في شكل رسم أهداف معينة. لذلك هناك تفاعل بين الأفراد والتقنية والهيكل التنظيمي. ده رأي ديفيز. عناصر السلوك التنظيمي كما اتفقنا: الأفراد، وده العنصر الحيوي العنصر المحرك في المنظمة، ثم التقنية، اختراعات والابتكارات والاستخدامات الحديثة لوسائل الاتصال إلى آخره، ثم الهيكل التنظيمي الاستراكتر البناء اللي عندي، ثم البيئة العامة environment general environment البيئة المحيطة بالمنظمة الداخلية والخارجية، كلها لها تأثير وتعتبر أحد عناصر السلوك التنظيمي. طبعا الكلام احنا شرحناه كله بإيجاز وبتفصيل في خلال المحاضرات السابقة. واحد يسأل سؤال: لماذا ندرس السلوك التنظيمي؟ ما الهدف من دراسة السلوك التنظيمي؟ احنا بندرس السلوك التنظيمي كمقرر دلوقتي في معظم الكليات والجامعات والمؤسسات العلمية بغرض تحسين الأداء والإنتاجية والفاعلية الإدارية والرضا الوظيفي، إنجاز الأهداف المشتركة والمرغوبة للموظف كفرد وللمنظمة التي يعمل بها سواء كانت حكومية أو خاصة، وبالتالي تحقق أهداف المجتمع ككل، وبشكل عام زيادة قدرة رجل الإدارة والتنظيم على التعامل مع العاملين معه وتحليل سلوكهم والتنبؤ به وتوجيهه بما يخدم مصلحة العمل وتحقيق أهدافه. العوامل المتفاعلة في السلوك التنظيمي، ما هي الجوانب التي يتأثر بها السلوك التنظيمي؟ وهنا احنا ايه قسمنا هذه العوامل الى مجموعتين. بعض العوامل الداخلية اللي هي النفسية اللي تؤثر على السلوك التنظيمي، وهي القدرة على التعلم، كل واحد فينا قدرة تختلف عن الآخر. الدافع الداخلي، خلي بالك في فرق بين الدوافع والحوافز. الدوافع أشياء داخلية motivation حركية تنتج تنبعث من الإنسان، تنبعث من الإنسان ذاته. ثم بعد الإدراك، ثم المواقف والاتجاهات. هناك أيضا مشاكل تواجه السلوك التنظيمي، الإحباطات والعوائق لا قدر الله، وزي ما أقول لك فيها أحيانا كثيرة بعض الحالات وبعض الظروف تعوق وتخيق هدف المنظمة بسبب مثل هذه العوائق وهذه الإحباطات. ثم تأتي بعد ذلك القيم value، ودي كلها تسمى عوامل داخلية. ده لازم نفرق بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. العوامل الخارجية هي إيه بقى؟ عبارة عن البيئة التي تؤثر على السلوك التنظيمي، زي الضغوط شيء خارجي، نظام الحوافز، درجة الثقة، تماسك الجماعة، درجة الضوضاء، العوامل الاجتماعية، الإجراءات والأنظمة واللوائح التي تعمل بها المنظمة أو المؤسسة. يبقى لازم كل واحد وكل واحدة فينا يعرف أن هناك عوامل داخلية نفسية وهناك عوامل خارجية اجتماعية تؤثر على السلوك التنظيمي. الجوانب النظرية للسلوك، يعني النظريات التي فسرت السلوك التنظيمي. النظرية السلوكية behavioral theory تنظر هذه النظرية الأنماط السلوكية للأفراد بأنها لا تنشأ لوجود دوافع داخل الأفراد، وأنما تكون نتيجة بسبب بعض المنبهات الحسية والحركية التي يتعرض لها الفرد، والتي تؤدي إلى تحريك بعض الأفعال مما ينتج أنماطا سلوكية مختلفة.
كل واحد زي ما قلنا يتعرض لمجموعة من المؤثرات. بس خلي بالك، هل كل واحد فينا بيستجيب لكل المؤثرات المحيطة؟ بيقول لك لا، الإنسان قدرته محدودة والاستجابة أيضا مختلفة. لكن كل واحد فينا في العمل وغير العمل بيتعرض للعديد من المنبهات في كل يوم وفي الصباح وفي المساء وفي أي وقت. درجة الاستجابة هنا بنسميها إذا كانت داخل المنظمة بالسلوك التنظيمي، وتفسرها هذه النظرية نتيجة التعرض لهذه المنبهات تكون رد فعل الفرد بعد ذلك على مثل هذه المنبهات. نظرية الرشد، روشناليتي أوف مان، يعني نظرية الحكمة. الرشد يعني إيه؟ يعني العقلانية، الحكمة. ترى هذه النظرية أن الإنسان يمتلك قدرة ممتازة من الرشدانية في تحديد واختيار أنماطه السلوكية، فهو يختار من أنماطه السلوكية ما يتناسب مع موارده ممتلكاته بالمنهجية التي يعتبرها ملائمة وفقا لتخيلاته وتصوراته. والإنسان الذي يبذل جهده وطاقته حتى يشبع أهدافه ويحققها بأكبر قدر ممكن. واحد يقول لي يا دكتور ممكن السؤال هنا يبقى ازاي؟ السؤال ممكن يجي لك الله يرضى عليكم اختيار المتعدد، يعني يجي لك مفهوم نظرية في سطرين ويقول لك هذه النظرية هي ايه، هل هي نظرية الرشد، نظرية العقلانية الى اخره. وهنشوف دلوقتي باقي النظريات. نظرية التحليل النفسي لفرويد، سيجمند فرويد ده عالم مشهور جدا في علم النفس، قسم السلوك الإنساني إلى قسمين: غريزة الحياة وغريزة الموت. غريزة الحياة تتعلق بالأفعال الإيجابية التي يقوم بها الإنسان، وكل واحد عنده هذا الغريزة. غريزة الموت تتعلق بالأفعال العدوانية الناشئة عن بعض، عن الإنسان أو عن بعض التصرفات الخاطئة، ودي موجودة عند البعض وليس الكل. والأفراد الذين يعيشون في مجتمعات تسودها المعايير والقواعد، يعني فيها نظام، فيها انضباط، فيها ثواب، فيها عقاب، فيها عدالة، سواء كانت سلوكية أو اجتماعية، فإن غريزة الموت لديهم ستنتهي، يعني العدوانية عندهم تقل، وده المطلوب مننا، وده اللي مطلوب في معظم منظماتنا ومجتمعاتنا. واحد اسمه جيشتالت عمل لنا أيضا نظرية تتعلق بالسلوك التنظيمي، وفسرت هذه النظرية على أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تتكون من مجموعة عناصر متداخلة مع بعضها البعض فيما بينها، وإذا حصل تغير على هذه العناصر فإنها تؤدي إلى حالة عدم توازن لدى الفرد. يعني ضغوط معينة يتعرض لها الإنسان تجعله يختل في تصرفه، مما يحقق حالة من القلق والتوتر. وبالتالي عندما يفكر الإنسان بهذا المنطق فإنه سيجري عمليات دراسة وبحث لكي يسلك سلوكا معينا حتى يخف التوتر أو القلق الذي لديه. يعني أي واحد فينا يتعرض لمجموعة ضغوط أو مشاكل يبدأ يفكر بعد كده إزاي يقلل من هذه الضغوط وإزاي يتجنبها حتى لا تحدث مستقبلا. ده إذن تفسير نظرية جيشتالت بالنسبة للسلوك. نظرية السلوك الغريزي والإبدال، وتشير هذه النظرية لأن الإنسان يؤدي أعمالا كثيرة ولكن بطريقة فطرية، يعني طبيعية، يعني غريزية، يعني فطرية، وهذه الأعمال تأخذ بالتغيير والارتقاء. ويقول مكدوغال بأن هذه الغرائز تتغير من حيث المثيرات، حيث تفقد طبيعتها الغريزية الفطرية وتستبدلها بمثيرات أخرى، والغرائز تتغير وتسمو إلى الارتقاء والتطور بشكل أكثر تنظيما من أجل إشباع رغبات الأفراد من جانب ومواكبة المجتمع ومبادئه من جانب آخر. يعني أي واحد لقدر الله بتبقى عنده بعض الصفات يحاول يغيرها إلى الأفضل، ويحاول إن هو زعن تبقى درجة المنفعة أكتر، بحيث إن هذه الأشياء تتغير وفق تقاليد ونظام المجتمع، سواء كان المجتمع بصفة عامة أو المنظمة التي يعمل بها كل فرد منه. النظرية الوجودية، وطبعا عندنا احنا فئة اللي هم لا يؤمنون إلا بما هو موجود. النظرية الوجودية، وتشير هذه النظرية إلى أن الإنسان يبحث عن وجود له في الحياة، لأن بيئته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية متغيرة وبشكل مستمر، ويترتب على هذا التغيير متطلبات جديدة. طبعا ده نظرية وجودية، الإنسان يسعى دايما إلى التطوير، بس زي ما قلنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وده يجعله دائما في حالة من التغير والاستمرار في ذلك. علاقة السلوك التنظيمي بالعلوم الأخرى، ما فيش حد يقول لي احنا في الوقت الحاضر ومنذ الخمسينات من القرن العشرين القرن الماضي بدأ عندنا تحليلات كثيرة جدا وظاهرة اسمها ظاهرة التخصيب كروسفرتيبيشن، يعني الاستفادة من بين العلوم والبعضها بعض، الاستفادة من العلوم وكل العلوم تستفيد من بعضها. هذه الظاهرة سميت بالثورة السلوكية. انا هنا تحدث عن
انه بالفعل علم السلوك التنظيمي له علاقة بكل من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم دراسة الانسان وعلم السياسة. طبعا الكلام ده خدناه بشيء من التفصيل وشرحناه وقلنا بالفعل اذا كان هنا على المستوى التحليل اللي هو الميكرو الجزئي او على المستوى التحليل الكلي اللي هو ماكرو ليفل، ده فعلا هناك علاقة اكيدة بين علم النفس والسلوك التنظيمي. علم النفس يعني ايه؟ يعني الحب، يعني الانتماء، يعني حب الاخرين، وده مهم جدا في السلوك التنظيمي. انا لا استطيع ان انجح اهداف المنظمة الا اذا كان فيه زي قلنا ود وتراحم الى اخره. علم الاجتماع اللي هي الجماعات وكيفية الرسمية وغير الرسمية وكيف تستفاد منها. علم النفس الاجتماعي وتأثيره ايضا على السلوك التنظيمي. علم دراسة الانسان اللي هو الانثروبولوجي اللي هي لماذا تقدمت شعوب وتأخرت شعوب اخرى. العلاقة بين التقدم والحضارة والثقافة ومجتمعات دون اخرى، كل هذا الكلام ايضا له علاقة بالسلوك التنظيمي. ثم علم السياسة ايضا له علاقة بالسلوك التنظيمي، ما يضع من قرارات ويتخذ من قرارات وسياسات في المنظمة او في المجتمعات واثر ذلك على اداء هذه المنظمات وتحقيق اهدافها. اذا العلاقة اكيدة بين علم السلوك التنظيمي وعلم النفس والاجتماع والنفس الاجتماعي ودراسة الانسان وعلم السياسة. ده كانت اهم النقاط الاساسية فيما يتعلق بالفصل الاول اللي احنا اخذنا. كانت عندنا المحاضرة الثالثة بعنوان النظريات الادارية والسلوك التنظيمي. طبعا في هذه المحاضرة شفنا اول حاجة مفهوم النظرية. يعني ايه نظرية؟ تعرف النظرية بانها مجموعة من الفرضيات او المبادئ التي توضع لشرح ظاهرة ما، وعن طريق هذا الشرح يمكن الحصول على نظرة واضحة ومتناسقة عن الموضوع قيد البحث. اذا النظرية اداة من ادوات العلم والمعرفة. ممكن يجي لك سؤال كده بسيط جدا، هل العلم هو المعرفة او لا يوجد فرق بين العلم والمعرفة؟ عاوز اسمع اجابة منكم. لا، في فرق بين العلم والمعرفة. المعرفة اشمل واعم من العلم. العلم هو جزء من المعرفة، متخصص في شيء معين، في المحاسبة، في الإدارة، في الاقتصاد، في الطب، في الهندسة. لكن المعرفة جنرال نولدج وتؤدي عدة وظائف نذكر منها. إنها تقدم نظاما فكريا للنظرية، تلخص الحقائق، تعمل على التنبؤ، تشير إلى مواطن الضعف بالمعرفة الإنسانية، ثم تعتبر النظرية دليل العمل الميداني. إذن النظرية دي لها فوائد وتستخدم في العديد من العلوم، ولا يمكن أن نقدر نقول أن أنا عندي علم بالمعنى المتعارف عليه إلا إذا كانت عندي فيه لي نظريات ومبادئ وفرضيات. عموما تنقسم النظريات إلى قسمين، نظريات وصفية ونظريات معرفية. بس خلوا بالكم، السلوك التنظيمي كعلم تقع نظرياته في الجزء الثاني، نظريات معرفية أو مثالية. أما النظريات الوصفية تهدف إلى وصف جزئية من الواقع المعاش واستخلاص مبادئ أسس ثابتة تفلسف الواقع، وهذا النوع محدود الهدف قليل الفائدة. يبقى خليه بعيد شوية. أما النظريات المعيارية أو المثالية أو القيمية التي تحدد نموذجا معينا للسلوك البشري، تقوم بشرحه، تتوسع في بسطه لإقناع الآخرين به كفلسفة للحياة المثالية، وأغلب نظريات الإدارة بما فيها السلوك التنظيمي من هذا النوع الثاني للنظريات المعيارية أو المثالية. خلي بالك، ممكن يجي لك سؤال في الصح والخطأ، يقول لك هناك من يرى بأن نظريات السلوك التنظيمي أو السلوك التنظيمي نظرياته ضمن السلوك إيه؟ ضمن النظريات المعيارية. يبقى الإجابة صحيحة. لو كان العكس يبقى الخطأ. بعد كده عندنا النظرية الإدارية الشمولية، هي في الواقع نظرية اجتماعية تنظر إلى الإدارة كجزء منفتح open subsystem. يعني احنا قلنا المنظمة كائن حي حسب نظرية النظم كما اتفقنا قبل كده ومرت عليكم، أن المنظمة آلة تعتمد على بعضها البعض وكل جزء له دوره، وبالتالي تعتبر الإدارة جزء منفتح اللي هي open subsystem من النظام الاجتماعي العام social system، وعلى ذلك فهي مرتبطة بالبيئة الاجتماعية، تتأثر بها وتؤثر فيها، ولا يمكن أن تنفصل، يعني تنفصل عنها النظرية الاجتماعية التي يدين بها أهم مجتمع معين. إن فشل أغلب النظريات الإدارية المعاصرة يرجع إلى أن منظري أصحاب هذه النظريات يعني التي قالوا بها تلك النظريات أخفقوا في إدراك متفاوتة في اعتبار الإدارة نظاما فرعيا لنظام الاجتماع العام في الوقت المعين الذي نظروا فيه نظرياته. يعني أي واحد عالم يجي يتكلم عن النظرية بتاعته ويفصل لقدر الله النظرية عن الواقع اللي عايش فيه، أو لقدر اعتبار نظام منفتح تتأثر بالبيئة وتؤثر فيها، يبقى ده خطأ. بالتالي للأسف يبقى قصور في مثل هذه النظرية. النقطة الثانية، نظرية الإدارة في الإسلام.
طبعا واحد يقول لي هل بالفعل الحضارة الإسلامية والإدارة الإسلامية عرفت مضمون النظرية؟ أقول لك نعم. يرجع لكتاب مدرسة الفكر الإسلامي في مجالاته المختلفة إلى حركة اليقظة الفكرية التي قادها منذ أواخر القرن الماضي رواد الإصلاح الاجتماعي الإسلامي، وقد ظهر ذلك في اهتمامات بعض كتاب العرب والمسلمين والمستشرقين بدراسة الحضارة الإسلامية بنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت في البداية تتبع منهجا تاريخيا وصفيا، ولم تهتم بمناقشة الفكر الإداري الإسلامي وتفسيره ومقارنته بالأفكار الإدارية الأخرى إلا في العقد السادس من القرن الماضي. يعني بدءا من الخمسينات والستينات من القرن الماضي بدأ الاهتمام بالإدارة الإسلامية. أهم الخصائص التي تميز بها الإدارة الإسلامية هنا حقيقي مجموعة خصائص: أنها إدارة ذات كفاءة وجدارة، أنها إدارة أخلاقية، أنها إدارة شورية تؤكد على مبدأ الشورى، أنها إدارة شاملة شمولية، أنها إدارة عالمية ليست لها حدود، أنها إدارة عقائدية تنطلق من عقيدة، عقيدة التوحيد، أنها إدارة ذات رقابة ذاتية يعني نفسية، أنها إدارة ذات مسؤولية رعوية وسلطة مطاعة، كلكم راع وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الحديث الشريف. إنها إدارة تهتم بالحاجات النفسية والروحية والمادية للإنسان، يعني ما تهتمش بجانب وتترك الآخر، هي الجانب المادي والمعنوي. عشان كده احنا بنقول وجعلناكم أمة وسطاء في كل شيء. بعد كده عندنا النظريات الغربية. المدرسة الكلاسيكية التقليدية تتحدث عن ثلاثة نقاط أو ثلاثة اتجاهات فكرية: نظرية الإدارة العلمية لفريدريك تيلور، وهو أول نظرية، وهي أول نظرية تفسر السلوك العامل بالمنظمة وفي كيفية حفزه من أجل مزيد من العطاء والبذل، ولكن كان هدف أصحاب هذه النظرية هو مناقشة مشاكل الإنتاجية، يعني كيفية زيادة الربحية وكيفية رفع إنتاجية العامل. وقد ازدهرت هذه النظرية في الأيديولوجية الرأسمالية. كلمة أيديولوجية قد تكون جديدة عليكم زي ما اتفقنا، لكن يقصد بها الفكر الرأسمالي التي تعتمد على زيادة الإنتاج مع قلة التكلفة كمعيار لنجاحها. والخلاصة أن الإدارة العلمية كما ركز عليها فريدريك تيلور زي ما اتفقنا ركزت على دور التخصص في العمل وحسن الاختيار والتدريب للعاملين، وأنه يمكن تحفيز الأفراد ماديا. ولكن أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية الإدارة العلمية هي أنها نظرية جزئية انصب معظم اهتمامها على الفرد العامل وزيادة إنتاجيته في حين أغفلت العناصر الأخرى، أنها اقتصرت على ما يجري داخل المنظمة وأهملت تأثير البيئة المحيطة الخارجية، تعاملت مع الفرد بمادية مطلقة وأهملت الجانب الإنساني والنفسي له، كان لها تأثير سلبي على الفرد وعلى بيئة العمل ككل. إذن هذه النظرية فيها إخفاقات، وبالتالي ننتقل للنظرية الأخرى، نظرية المبادئ الإدارية اللي هنا ريفايو. يبقى الأولى الإدارة العلمية لفريدريك تيلور، وخلي بالك ممكن يجي لك فيها سؤال اختيار متعدد. نظرية الإدارة العلمية تنسب إلى 1 2 3 4، يبقى تختار منها واحدة. نظرية المبادئ الإدارية اللي هنا ريفايو الفرنسي، إن هذه النظرية تفترض أن السيطرة على السلوك الإنساني تأتي من خلال وضع ضوابط محددة للأداء ومن خلال العملية الإدارية للتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة إلى آخره. كما لاحظ فايلون الإدارة شيء مشترك في جميع النشاطات الإدارية. قسم هنا رفايلو وضع 14 مبدأ، 14 وظيفة تقوم بها الإدارة أو أنشطة الإدارة: تقسيم العمل، السلطة والمسؤولية، النظام، وحدة الأمر، وحدة التوجيه، وحدة المركزية، تدرج السلطة، سلطة هرمية زي ما اتفقنا، الترتيب، المبادئة، المساواة في المعاملة، الاستقرار الوظيفي، المكافأة والتعويض، روح الفريق، ثم الأولوية لأهداف العمل المنظم. هذه 14 مبدأ قامت عليها نظرية المبادئ الإدارية لهنا رفايو. نأتي بعد ذلك إلى الجزء الثالث من النظريات الغربية، وهي نظرية البيروقراطية لماكس ويبر. بس ماكس ويبر أو ماكس فيبر كلها بمعنى واحد. حدد ماكس فيبر مجموعة خصائص سمات للتنظيم المثالي لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة FC، وهي التخصص. هذه المبادئ التي قامت عليها نظرية البيروقراطية هي: التخصص تقسيم العمل أساس الأداء الناجح للأعمال، التسلسل الرئاسي ضروري لتحديد العلاقات بالمنظمة، سيطرة الأنظمة والقواعد لتحديد الواجبات والحقوق للعاملين، وجود نظام للإجراءات لتحديد أسلوب التصرف في العمل، الصلة بين الأفراد رسمية وغير شخصية وتكون وفقا للقوانين، اختيار العاملين وترقيتهم يعتمد على الجدارة الفنية في العمل. خلوا بال حضراتكم، دي أهم المبادئ التي قامت عليها نظرية البيروقراطي. وعند تطبيق النظام البيروقراطي ظهرت عدة عيوب. واحد يقول لي ممكن يجي لك يقول لك من عيوب البيروقراطية
وجيب لك واحدة من دول أو أي من الآتي لا يعد من عيوب البيروقراطية. خلي بالك، وأنا عارف كلكم أذكياء وكلكم تدركون ذلك. الجمود نتيجة الالتزام الحرفي بالأنظمة، عيب البيروقراطية التمسك بحرفية القوانين زي ما بنقول. عدم اعتناء الأفراد بمصالح المنظمة، يفضل الصالح الشخصي على صالح المنظمة نتيجة تجاهل أحاسيس وعواطف ورغبات الموظف. الاكتفاء بالحد الأدنى من الأداء، عندنا مثل للأسف خاطئ بيقول نعمل على قد المرتب أو نعمل على قد فلوسهم، طبعا مثل خايب. لا، وعشان كده البيروقراطية ما تنفعش عندنا احنا تبقى بهذا الشكل. البيروقراطية بتكون بمعنى الإيجابي، نتمنى تكون بالإيجابية من الأداء نتيجة النظام الآلي المفروض. مقاومة التغيير نتيجة الأنظمة والإجراءات الصارمة، ناس كتير في الجهاز البيروقراطي اللي موجود عندنا قاوم التغيير، مش عاوز يحصل تغيير. القضاء على روح المبادئ والابتكار والنمو الشخصي، هذه هي أهم عيوب أو سلبيات البيروقراطية. بعد كده عندنا رقم 2، مدرسة العلاقات الإنسانية. من أبرز أولادها قلة المال، وأهم مبادئها أن الإنسان مخلوق اجتماعي يسعى لعلاقات أفضل مع الآخرين، إن أفضل سمة إنسانية جمعيها التعاون وليس التنافس. خلي بالك، ممكن تجيلك عبارة في الصح والخطأ من هذا النوع. هناك من يرى إن أفضل سمة جماعية في المنظمة هي التعاون وليس التنافس، أو ممكن يعكس لك العبارة يقول لك التنافس ليس التعاون، بالعبارة خطأ، لكن لو جات لك بهذه الصيغة التعاون ليس التنافس والعبارة صح. شعور الفرد بانتمائه للجماعة وهو الذي يحفزه للبذل والعطاء. إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد تأتي قبل المادية لتحفيزه للعمل، يعني اهتمت بالجانب الإنساني حتى من الاسم قبل الجانب المادي. لكن رغم ذلك هذه المدرسة أيضا لم تسلم من الانتقادات أو العيوب التي وجهت إليها، تمثلت في أنها لم تأتي بجديد حيث ظل اهتمامها بشكل أو بمشاكل الإنتاجية، يعني ما زالت تهتم بالإنتاجية إلى حد كبير بزيادة الربح. العيب الثاني إهمال التنظيم الرسمي للمنظمة، ولم تناقش علاقة السلطة بين الإدارة والعمال، وده شيء في غاية الأهمية. إهمال المؤثرات البيئية على المنظمة، وأهملت هذه النظرية المؤثرات البيئية على المنظمة، وهكذا ظلت نظرية جزئية محدودة الفائدة. بعد كده عندنا المدرسة السلوكية التي ظهرت زي ما قلنا في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، من القرن العشرين. حاولت هذه النظرية أن تعطي تفسيرات واقعية لكل من سلوك الأفراد والإدارة، حيث يمكن استخدام كل الطاقات السلوكية للأفراد. أهم رواد هذه المدرسة طبعا الأسماء، واحد يقول لي أو واحدة تقول لي هل يا دكتور الأسماء معانا، أقول لك لا، لو فيه اسم مطلوب أنا دايما بقف عنده وبقوله مرة واثنين وثلاثة. لكن هنا رواد المدرسة السلوكية عديدون، ماكريجور، ليكارد، ماسلو، هيرزبرج وغيرهم كثير. هذه المدرسة ترى أن الفرد خلي بالك يحب العمل وليس سلبي بطبعه، لديه القدرة على تحمل المسؤولية ويسعى إليها، لديه قدرة من الحماس والدافعية الذاتية للعمل والأداء المتميز، يسعى أن يكون ناضجا وناجحا في عمله، يكره الرقابة المباشرة ويرغب في الرقابة الذاتية والاستقلالية، يسعى لتحقيق أهدافه الشخصية وأهداف المنظمة. خلي بالك مبادئ هذه المدرسة تنطبق بعد كده إن شاء الله، ونأخذ في عندنا فصل عن الدافعية إن شاء الله، يتقترب جدا من نظرية واي. عندنا نظريتين في الدافعية إكس وواي، هذه المبادئ تقترب جدا من ذو الآن نبقى عارفين من مبادئ نظرية واي فيما يتعلق بالدافعية. عندنا أيضا مدرسة النظم سيستم، وتعد هذه النظرية من أحدث النظريات في علم الإدارة، تتميز بتأكيدها على أن المجتمع نظام عام جنرال سيستم، المجتمع ككل يتكون من وحدات أصغر سب سيستم سياسية واقتصادية واجتماعية، الأنظمة السياسية والاجتماعية والإدارية والحضارية والثقافية إلى آخره، والمنظمات جزء منها، وتعتبر أن المنظمة نظاما مفتوحا يعني open system. من ضمن عيوب البيروقراطية أو الواقع فيها البيروقراطية أن اعتبرت المنظمة نظام مغلق closed system، طبعا ده خطأ، لا تتأثر بالبيئة ده خطأ سواء الداخلية أو الخارجية. إذن هذه المدرسة اعتبرت أن المنظمة نظاما مفتوحا يتفاعل مع الوحدات الأخرى في المجتمع
فيأخذ منها ويعطيها ويتبادل معها المعلومات والطاقة والمواد والقوى البشرية إلى آخره. خلي بالك، ويشبه أنصار هذه النظرية المنظمة بالآلة أو بالكائن الحي. يعني إيه بالآلة؟ يعني الآلة زي ما احنا عارفين السيارة آلة، المصنع آلة، الكمبيوتر اللي قدامي ده آلة، يعني كل جزء فيه يعتمد على الآخر، وده حقيقة. لو انت عندك منظمة ايا كان نوع نشاطها، سواء سلع او خدمات او انشطة الى اخره، كل قسم فيها يعتمد على الآخر، ولا قدر الله لو فشل فيها قسم سوف تفشل او تحقيق اهداف المنظمة، صح ولا لا؟ يعني بمعنى ايه؟ انا لو عندي سيارة دلوقتي وفقدت نظام التبريد فيها، جزء المياه فقد من السيارة بتاعتك، هل تستطيع ان تسير بيها؟ اقول لك لا، رغم ان حاجة بسيطة جدا. اذا انت عالجت الخلل ده، الثقب ده عالجته، وبعد كده وضعت لتر المية ده، تتحرك السيارة واكتمل النظام. يبقى كل جزء فيها يعتمد على الاخر. او تشبيه المنظمة بالكائن الحي، وهو العالم سيليزنيك الذي قال بهذه العبارة. سيليزنيك، خلوا بالكم منه، يشبه انصار هذه النظرية المنظمة بالآلة او الكائن الحي، وفقا لما قاله سيليزنيك وهو احد الرواد البارزين في هذه المدرسة. كائن حي يعني ايه؟ يعني ينمو، يتطور، يزدهر. ده في حالة ايه؟ في حالة نجاح المنظمة. ولقدر الله في حالة بقى الفشل، تضمر، تضمحل، تنتهي، تخرج من السوق. وده يتوقف كله على ايه؟ على المخرجات اللي هي اوتبوت بتاعتنا. اذا هذه المدرسة تركز على اربع عناصر: المدخلات اللي هي انبوت، سواء كانت مادية او معنوية او بشرية او تقنية الى اخره، انا مش هقول لها مرة تاني. العمليات الإدارية بروسس بتتم، والأكتيفيتي الأنشطة، ثم المخرجات أوتبوت سواء كانت سلع أو خدمات، ثم التغذية العكسية اللي هي فيدباك. يبقى هذه العمليات الأربعة نخلي بالنا منها قوي فيما يتعلق بدراسة النظم، ونركز قوي تعليقنا على التغذية العكسية. إذا كانت هذه التغذية الراجعة إيجابية، يعني ما تنتجه المنظمة يجد قبول لدى المستهلكين الحاليين والمرتقبين، تزدهر المنظمة، تكبر، تنمو، تتطور إلى آخره. أما إذا كان العكس لقدر الله، فإنها سوف تخسر، سوف لقدر الله بعد كده يعلن إفلاسها، ثم تخرج من السوق وتنتهي وتحل محلها مؤسسة أخرى. طبعا ده في غاية الأهمية ونظرية مقبولة إلى حد كبير. النظرية الثالثة: نظام الإدارة اليابانية. الإدارة اليابانية خدها كمثال احنا لينا، عشان هي فعلا من النظريات التي يجب أن يحتذى بها في العصر الحديث. أسباب نجاح التجربة اليابانية سبعة أسباب: التركيز على العنصر البشري، عشان كده الإدارة اليابانية بتقول إن أفضل استثمار في الحياة هو الاستثمار في العنصر البشري، وده حقيقة ليس فيه إنكار. المشاركة في اتخاذ القرار يجب أن يكون فعلا، وليس إيه، وليس حبرا على ورق، ليس بشكل صوري، لابد أن يكون إيجابي. تطبيق أساليب حلقات الجودة في كل العمليات الإنتاجية، مسارة التقدم التكنولوجي، أي اختراعات جديدة، أي ابتكارات لابد أن احنا نطبقها في الحياة بتاعتنا. استخدام إدارة تصنيع متطورة، التكيف الاجتماعي للمنظمة، لابد المنظمة تتكيف مع البيئة المحيطة بيها، تتأثر بيها وتؤثر فيها. الأخذ مبدأ الجهد الجماعي التعاوني وليس الفردي. دي سبع أسباب أساسية أدت إلى نجاح التجربة اليابانية. تعالوا كده نشوف أهم مبادئ أو خصائص هذه الإدارة اليابانية. أول مبدأ عندنا مبدأ التوظيف مدى الحياة. الموظف الياباني يتعين مدى الحياة، فيش حاجة اسمها رفض بالنسبة لي، إلا إذا ارتكب جريمة لا قدر الله مخلة بالأمانة أو بالشرف من حقه. بعد كده معظم اليابانيين اللي تولوا مصالح عامة بالتحديد كمان مناصب عامة، مناصب حكومية، لو أخطأ بينتحر. طبعا الكلام ده مفيش عندنا، لأنه بيحس إنه قصر في أداء واجبه، وبالتالي يتخلص من نفسه قبل أن تعاقبه الجهات الخاصة في المجتمع. مبدأ التوظيف مدى الحياة، مبدأ البطء في التقييم والترقيم. خلي بالك إنه العامل في اليابان لا يتم ترقيته إلا كل لا يتم تقييمه إلا كل 10 سنوات، عكس أي إدارة، إدارة أمريكية، إدارة كورية، إدارة في دول الشرق الأوسط، في دول العالم النامي. مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار عملا وليس إيه؟ نظريا. مبدأ المسؤولية الجماعية، فيش حاجة اسمها فردية هناك. مبدأ الرعاية الشمولية. مبدأ المسارات الوظيفية غير المتخصصة،
وأتوقف عند هذه النقطة، ممكن يجي لك في الصح والخطأ. هناك من يرى أن الإدارة اليابانية تتبنى مبدأ المسارات الوظيفية غير مدخصة. يعني إيه مسارات وظيفية غير مدخصة؟ لحسن حد محدش يكون عارف، يعني الموظف ممكن يحل ويقوم بأداء عمل زميله أثناء غياب بس في نفس المستوى، بحيث لا نؤخر مصالح البشر، لا نؤخر مصالح المواطنين. دي نقطة في غاية الأهمية، مش زي عندنا لا قدر الله ممكن يغيب الموظف يبقى وقف الحال، ما فيش حد لا قدر يقول لك الموظف غائب اليوم، الموظف ما جاش، ودي كارثة طبعا. نظرية زد أو ويليام أوشي الياباني لخص هذه النظرية في ثلاثة أعمدة أو ثلاثة كلمات: الثقة والألفة والمودة والحزق أو المهارة. يعني إيه؟ لابد تكون في ثقة بين الأفراد والمؤسسة بتاعتهم، بين الأفراد وبعضهم البعض من المؤسسة. الألفة والمودة عن المحبة، وإحنا كمسلمين لا يؤمن أحدكم إلا إذا أحب لأخيه، مش أخوه ابن أمه وأبوه، أخويا في الإسلام، أختي في الإسلام، ما يحب لنفسه. الحزق والمهارة الابتكاري والتجديد، إذا احنا فعلا كان عندنا ثقة وكان عندنا ألفة ومودة يعني محبة وكان عندنا ابتكار وتجديد سوف ننجح، منظمتنا تنمو وتتطور وتكون من أفضل المنظمات. آخر حاجة عندي رابعا، نظام الإدارة الكورية. الإدارة الكورية تقترب جدا من الإدارة اليابانية، فيها مبدأ التوظيف مدى الحياة، فيها مبدأ روح الفردية، بس فيه اختلافات خلي بالك، مبدأ المركزية في اتخاذ القرار، مبدأ القيادة الأبوية، مبدأ السلطة والبناء غير الرسمي، مبدأ سيطرة الأخلاق الكونفوشيوسية نسبة إلى الفيلسوف كونفوشيوس الصيني في العمل، مبدأ قيم الأسرة، مبدأ نظام التعاقب والإرث التقليدي، مبدأ نظام إدارة الأفراد. أعتقد كل مبدأ من هذه المبادئ احنا شرحناه في المحاضرات مرة واثنين وثلاثة. بعد كده انتقلنا للمحاضرة الرابعة وكانت بعنوان الإدراك، وما هو أثر الإدراك على السلوك التنظيمي، على سلوك كل فرد فينا. إذا لم تدرك أنت لا تستطيع أن تتصرف بطريقة صحيحة معينة. تضمن هذه المحاضرة مفهوم الإدراك، أهمية الإدراك في السلوك الإنساني، أهم خصائص الإدراك ومراحل العملية الإدراكية، العوامل المؤثرة في الإدراك وأهم معوقات الإدراك، ثم أثر الإدراك على السلوك التنظيمي. هذه ستة محاور أساسية تناولتها هذه المحاضرة للتعلق بالإدراك. سريعا كده تعالوا نشوفوا، عرفنا الإدراك استقبال المثيرات بواسطة الحواس وتفسيرها وتنظيمها، كما يعرف الإدراك بأنه تنظيم العملية تقوم الأفراد من خلالها باختيار المؤثرات وتنظيمها وتفسيرها تفسيرا مناسبا يحمل معنى ويعطي صورة كاملة للعالم الذي يحيط بهؤلاء الأفراد أو يحيط به. تعريف آخر الإدراك، يرى أن الإدراك عملية اختيار معنى معين لإحساساتنا، ويتوقف ذلك على خبرة الفرد وتعلمه ومستوى ذكائه، لذا يختلف الأفراد في إدراكهم. خلي بالك ممكن عندنا صح وخطأ، ممكن أجي أقول لك لا يختلف لا يختلف الأفراد في إدراكاتهم لإحساسات واحدة تنقل إليهم عن طريق حواسهم، ممكن أقول لك هنا لا يختلف، لو قلت لك لا يبقى العبارة خطأ، لأنه معنى كده لا قدر الله لو احنا مش اختلفنا يعني ما اختلفش إدراكنا يبقى احنا كل مستوانا واحد، كل ذكائنا واحد، كل خبرتنا واحدة، كل صفاتنا واحدة، وطبعا ده مستحيل. الاختلاف في البشر سمة من سمات الخالق سبحانه وتعالى. أنواع الواقع، الواقع الذي نعيش فيه نوعين، وإما لا شك فيه أن الأفراد مختلفون في تفكيرهم وآرائهم، وذلك يعود إلى كيفية إدراك كل منهم الواقع المحيط به. يعني كل واحد بيفسر الواقع بطريقته، حيث يستدل الأفراد على مواقعهم من خلال الحواس، وهذه الحواس لو تزودنا إلا بنسبة بسيطة من الواقع. يصنف الأستاذ ثاير الواقع إلى نوعين، هما الواقع المادي والواقع الاجتماعي، ولازم نفرق بين الاثنين. ممكن أجي أقول لك في عبارة صح وخطأ لا يوجد فرق بين الواقع المادي والواقع الاجتماعي فيما يتعلق بالسلوك التنظيمي، العبارة خطأ. الواقع المادي يقصد به ذلك الواقع الذي يمكن إدراكه باستخدام الحواس مباشرة، حيث لا يوجد لواجه الفرد أي صعوبة في إدراكه، مثل إيه؟ الوزن. ممكن واحد يرفع الحاجة كده يقول لك دي 5 كيلو تقريبا، لازيد مثلا 100 جرام او تقل 100 جرام. الطول، واحد يقول لك السياره دي مثلا طولها 2 متر ونص. الحجم، الوقت، وغيرها من المقاييس. اذا المفروض الواقع المادي ظاهر ومعروف بالنسبه للجميع على الاقل او الغالبيه. الواقع الاجتماعي يقصد به الواقع الذي يتواجد فيه الافراد في اغلب الاوقات، حيث يكون هذا الواقع مدركا بشكل تام، ويتالف الواقع الاجتماعي من القيم، الاتجاهات، المشاعر،
والتي من الصعوبة بمكان أن يكون هناك إمكانية لقياسها، حيث توجد فروقات إدراكية بين الأفراد لهذا الواقع، ويرجع ذلك لاختلاف الدوافع والاتجاهات. إذن الواقع الاجتماعي أصعب بكثير من الواقع المادي من ناحية القياس. ديناميكية الخطة عملية الإدراك: تحدث عملية الإدراك كما يلي: وجود منبهات أو مثيرات خارجية، يعني لا يتم الإدراك إلا إذا كان وجود إيه منبهات ومثيرات خارجية في البيئة يشعر بها الإنسان بحواسه. يقوم الفرد بعملية تخزين المعلومات في ذاكرته نتيجة لخبراته السابقة وإدراكه لأشياء سبق له معرفتها، ثم يقوم الفرد بعد ذلك بعملية تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها لكي يفسر معانيها ودلالتها، وهنا يستخدم خبراته الاجتماعية وقيمه واتجاهاته. تابع ديناميكية الإدراك أيضا: يقوم الفرد بتصنيف المدركات وتنظيمها واستخدامها في بناء أنماطه السلوكية التي يحددها، حيث يختار الفرد المنبهات التي يريدها. عشان كده لو جيت قلت لك ان الفرد يختار كل المنبهات المحيطة به او يستجيب لكل المنبهات، العبارة خاطئة. لابد هنا يختار المنبهات الاكثر اهمية بالنسبة لي. وبعد عملية الاختيار يقوم بعملية تنظيم المنبهات وتفسيرها على شكل انماط سلوكية كرد فعل هذا الفرد او ذاته. انواع المنبهات يتعرض لها الفرد: يتعرض الفرد لنوعين من المنبهات، المنبه المادي والمنبه غير المادي. المنبه المادي الذي يصدر من البيئة الخارجية ويكون على شكل رسومات كلام إلى آخره. المنبه غير المادي يتمثل في التوقعات، الدوافع، التعلم، والذي يعتمد على الخبرات والتجارب السابقة للفرد. إذن أيضا زي ما شفنا الواقع مادي ومعنوي، أيضا هنا أيضا المنبهات مادية وغير مادية. دمج هذين النوعين اللي هو المادي وغير من المدخلات والمنبهات تساعد الفرد على تكوين صورة عن البيئة المحيطة به، وهذه الصورة تختلف من فرد لآخر بسبب اختلاف الخبرات والحاجات والرغبات والتوقعات. وعلى ذلك ليس كل الأفراد يدركون، عشان كده لو جيت قلت لك في عبارة كل الأفراد يدركون المنبهات البيئية التي يتعرضون لها، العبارة خاطئة. كل واحد فينا يختلف في منبهاته، يختار المنبهات الأكثر أهمية بالنسبة لي. يعود ذلك إلى أن تلك المنبهات قد تكون غير ضرورية للبعض، وكذلك إذا تم إدراك المنبهات من قبل مجموعة الأفراد فإن مستويات الإدراك لديهم قد تكون إيه مختلفة. إذن كل واحد يختار المنبهات الأكثر أهمية بالنسبة ليه، يفسرها بطريقته ويستجيب لها أيضا بطريقته التي تختلف من شخص إلى آخر. وطبعا ده يرجع زي ما قلنا الاختلاف الخبرات والصفات الشخصية والمعرفة والإدراك، كل هذه الأشياء يرجع ذلك لاختلاف الحاجات والرغبات والدوافع. ليه تختلف الإدراكات عندنا؟ اختلاف الحاجات والرغبات والدوافع لدى كل شخص. إن عملية الإدراك عملية انتقائية اختيارية. أنا ممكن أحط لك سؤال هنا مباشرة صح وخطأ. هناك من يرى أن عملية الإدراكية عملية غير اختيارية أو إجبارية أو قسرية، يعني إجبارية، العبارة خطأ، حيث أن عملية الإدراك انتقائية اختيارية تتناسب مع الدوافع والخبرات والحاجات الموجودة لدى كل فرد. عشان كده زي ما قلت حيثا جزء مهم جدا إن الإدراك عملية اختيارية. النقطة التالية: أهمية الإدراك في السلوك الإنساني. يعتبر الإدراك جوهر وأساس كل نشاط ذهني. للإدراك أثر واضحا وكبيرا في سلوك تصرفات الأفراد. لا يقتصر الإدراك على الخبرة، لا يقتصر الإدراك على الخبرة والعوامل الشخصية والنفسية والعمر، ولكن يعتبر الإدراك مؤثرا في حياة الفرد وسلوكه منذ المراحل الأولى من حياته. أنا أجيب لك دليل واحد بس: يقال في دراسات علمية صحيحة إن الأطفال يتأثرون بالأشياء سواء الرومانسية أو البسيطة أو الجذابة الجميلة وهم في بطون أمهاته. يعني طفل يتأثر بالموسيقى ويتأثر بالجو الكويس، وطفل أيضا يتأثر عكسيا بالإزعاج والاضطراب والضوضاء. خلي بالك، إذن الإدراك هنا لا يقتصر على الخبرة والعمل الشخصية، وإنما يتعرض له الإنسان منذ المراحل الأولى من حياته. خصائص الإدراك: خلي بالك ممكن يجي لك فيها سؤال اختيار من متعدد. ممكن يجي لك السؤال ويقول لك أهم خصائص الإدراك، وطبعا أنت تختار من بينها، أو ممكن يقول لك أي من الآتي ليست من خصائص الإدراك. الاختيار، وده احنا أول حاجة قلناها، كل واحد فينا يتعرض لآلاف المنبهات، يختار منها ما يناسبه ويهتم به يستجيب لي. المرونة، يعني القابلية للتغيير. التكامل،
الثبات النسبي. نعم الإدراك أيضا فيه ثبات إلى حد ما، ولكن أقل من القيم مثلا، لكن تتميز بالثبات النسبي إلى حد ما. إذن هناك أربع خصائص الإدراك: الاختيار، المرونة، التكامل، الثبات. يأتي بعد ذلك عندنا مراحل عملية الإدراك. تمر عملية الإدراك بثلاثة مراحل رئيسية، هي مرحلة الانتباه للمنبه. أول أنا من أتعرض للمنبه لابد ننتبه ليه، مثير خارجي ننتبه ليه، ولو أنت ما انتبهتش مش هتعرف تستجيب ليه. عشان كده أول مرحلة هي مرحلة الانتباه، بعد كده مرحلة تحويل وترجمة المثيرات، يعني هذه المنبهات إلى رسائل عشان تصل إلى إيه؟ مراكز المخ عندك، وبعد كده تبقى رد فعل. مرحلة تحديد السلوك أو الاستجابة المناسبة، قد تكون محرك، انتباه، إدراك، ترجمة، سلوك، بيهيفير. إذن فيه انتباه، تلقي هذا الانتباه وتحويله إلى ترجمة، إلى رسائل، الرسائل دي تصل إلى زي ما قلنا إلى الحواس، وتكون بعد كده في شكل استجابة مناسبة. ده بالنسبة للمراحل التي يمر بها الإدراك. أهم العوامل المؤثرة في الإدراك، تتعدد العوامل المؤثرة في عملية الإدراك، ويمكن تحددها في أما في ما. يعني إيه اللي بيأثر في إدراك الشخص؟ ما هي أهم المؤثرات بالنسبة للإدراك؟ أول حاجة سمات الفرد وخصائصه. إدراكي أنا يختلف عن أي واحد نتيجة السمات المختلفة اللي عندي. كل واحد فينا بيدرك الأشياء بشكل مختلف عشان سماته والشخصية تختلف عن الشخص الآخر. نوع المنبه أو المثير، طبعا قد يكون المنبه مرتفع، قد يكون متوسط، قد يكون مادي، قد يكون معنوي، طبعا يختلف، وعشان كده تختلف الإجابة. الموقف الذي تم فيه المثير نفسه أو المنبه. ثم البيئة الاجتماعية أيضا لها تأثير على عملية الإدراك. بعد كده الجوانب الاجتماعية في الإدراك، تقوم العوامل الاجتماعية بدور مزدوج في تكوين البعد الإدراكي للفرد. الدور الأول العوامل الاجتماعية تمثل مصدر المعلومات، حيث يكون الفرد أو يكون للفرد المقدرة في الاستناد إلى رأي الجماعة ليكون مدركاته، يعني الفرد يكون مدركاته استنادا إلى آراء الجماعة التي ينتمي إليها. أنا باخد الكثير من مدركاتي نتيجة وجودي في جماعة بستقي منها المعلومات، وده شيء طبيعي. الدور الثاني مساعدة الفرد في تقليل درجة الغموض الذي يعانيه في بعض المدركات، بعض الأشياء الواحد ما بيبقاش عارفها، يلجأ إلى الجماعة المحيطة به سواء في العمل أو خارج العمل أو في الأسرة أو في المنظمة إلى آخره. وهنا يصبح لزاما على الفرد اللجوء إلى آراء الآخرين وتجاربهم وقيمهم واتجاهاتهم حتى يفسر معاني المدركات التي تتميز بالغموض بالنسبة له. احنا كمسلمين ربنا قال لنا ايه وامرنا بايه؟ اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. يعني انا اي حاجة معرفهاش نسأل المتخصص فيها، في الهندسة، في الطب، في العلم، في الفلك، في اي حاجة انا معرفهاش نسأل صاحب المعرفة وناخد منه الرأي الصحيح عشان يبقى ادراك ومعلوماتي صحيحة. وده شيء طبيعي فيما يتعلق بعملية الادراك. تزداد أهمية العوامل الاجتماعية في الإدراك عند التحول إلى دراسة عملية إدراك الأشخاص لبعضهم البعض. كيف أنا يقول لك أنت عارف الإنسان قدامك ده، يقول لك أيوه، تعاملت معاه، يقول لك لا، ولا ما تعرفوش. إذا لابد من معرفة الأشخاص بعضهم البعض عشان نكون إدراكي عنه. وبالتالي هناك أسباب قد تعمل على تشويه وتغيير ما يدركه الفرد، ومنها طبيعة الموقف الإنساني نفسه. لابد نشوف الموقف اللي تم فيه هذا الإدراك. مدى موضوعية الفرد، هل الفرد ده شخص موضوعي يعني محايد باللغة البسيطة بتاعتنا، يعني بيقول الحق، ولا هو منحاز لأي اتجاه، ولا مالكش رأي. صفات الفرد وخصائصه، هل هي صفات إيجابية ولا صفات سلبية. كمية المعلومات المتوفرة للفرد ودقتها، دي مهمة جدا فيما يتعلق بعملية الإدراك. أيضا هناك عدة معوقات للإدراك. معوقات يعني إيه؟ يعني سلبيات، يعني عقبات تحول دون إتمام عملية الإدراك. أول حاجة المظاهر المادية. عندنا إحنا حاجة بتقول المظاهر المادية خداعة، يعني واحد ينخدع بالمظهر
وعندنا ناس كتير يقول لك الإنسان نعرف قيمته عندما يتحدث، عندما يتكلم في موضوع ما، لكن ممكن مظهره يخدعك، لكن عندما يتحدث تجد أنه خاوي ليس لديه أي فكرة ولا أي قيمة. إذن معوقات الإدراك هنا منها المظاهر المادية، التنميط النمطية أيضا تعوق عملية الإدراك. الانطباع الأول، واحد لا قدر الله يبني حكمه على الانطباع الأول، وده خطأ من الوهلة الأولى. ثم بعد ذلك أيضا العيب الرابع أو المعوق الرابع تأثير الهالة، يعني زي واحد يقول لك إيه، وصف إنسان بصفة معينة وبعد كده يغلب هذه الصفة على يقول لك الرجل ده كريم مثلا، ويبقى كل مثلا أهل الحسا كرام، يبقى برضو ده في خطأ، أحمد التعميم خطأ. نعم الغالبية آه، لكن في بعض الناس تشذ عن هذا القاعدة، ما نصفش أنا صفة في شخص معين وبعد كده نعمم هذه الصفة على جميع تصرفاته. عندنا العيب الخامس أيضا التسرع في الحكم. احنا للأسف عيبنا أنه ممكن واحد يحكم على شخص بسرعة، لا خطأ، دايما احنا بنقول في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، حتى في الحكم على الأشخاص أقول لك نعم. الدفاع الإدراكي أنه حين أنا حين يبرر الأخطاء، دي من معوقات الإدراك أيضا. واحد يقول لك مثلا، يجي يقول لك والله العيب مش في أنا، ده أنا بسقط عشان المدرس كل مش عارف يشرح، أو يستخدم الإدراك في الدفاع عن نفسه بطريقة خاطئة، وده اللي احنا بنسميه بعد كده الإسقاط. الإسقاط أنك أنت تنقل عيبك للآخرين، تحمله للآخرين، زي ما قلنا المثل دلوقتي أن واحد لقدر الله يبقى عنده بعض العيوب، بس يقول لك لا والله العيب مش في أنا، العيب في زمايلي اللي هم مش قادرين يفهموني، ده أنا مختلف عن زمايلي وعشان كده أنا مميز عنهم وعشان كده أفكاري أنا غريبة مش قادرين نطبقها. إذن كل هذه الأشياء تعتبر من معوقات العملية الإدراكية. أثر الإدراك على السلوك التنظيمي في عدة نقاط. طبعا بلا شك، وده خلاصة المحاضرة، أن الإدراك له تأثير على القيادة، قيادة الآخرين، وأنماط هذه القيادة وصفات هذه القيادة. إذ لم تستطع أن تدرك الآخرين وتفهمهم بطريقة صح، لا تستطيع أن تحفزهم للعمل. وإحنا عارفين مهمة القائد اللي هي توحيد الآخرين، تنفيذ الأعمال عن طريقهم إلى آخره. تأثير الإدراك على اختيار العاملين، عملية الاختيار مهمة جدا، ولابد أن تدرك الشخص اللي قدامك تفهمه قبل عملية الاختيار. تأثير الإدراك على تقييم الأداء، ده في نقطة في غاية الأهمية. أنت بتقيم شخص لابد تكون عرفته وأدركت كل أبعاد هذا الشخص. تأثير الإدراك على الدافعية، كيف تستخدم إدراكك في أن تحس الآخرين على العمل، تدفعهم إلى العمل. تأثير الإدراك على عملية الاتصالات، يعني لا نستطيع أن تنجح المنظمة إلا إذا كانت عملية الاتصالات فيها جيدة. والاتصالات أنا قلت لكم عليها قبل كده وذكركم فقط إنها كالشرايين بالنسبة للإنسان، ممكن لقدر الله لو حصل أي انسداد في هذه الاتصالات تحصل كارثة بالنسبة للمنظمة، تحصل كارثة بالنسبة للإنسان، لازم يدخل العناية المركزة، والله بقى الله أعلم بحالته، قد يخرج منها سليم وقد تؤدي إلى وفاته، عافانا الله وإياكم. نفس الكلام لو طبقناه على الإدراك بالنسبة لعملية الاتصالات. إذن الإدراك له أثر على القيادة، على اختيار العاملين، على تقييم الأداء، على الدافعية، على عملية الاتصالات. بعد كده انتقلنا للمحاضرة رقم 5 وكانت بعنوان الاتجاهات، اتيتيود، يعني اتجاهات. وهذه المحاضرة كانت في 5 محاور أساسية: مفهوم الاتجاهات، وده أول نقطة، ثم كيفية تكون اتجاهات وأهم أسباب تكوينها، ثم أنواعها وأهم خصائصها، ثم وظائفها، ثم كيفية تعديلها أو تغييرها، ثم أهم معوقات تغيير الاتجاهات وكيفية قياسها. نعم المحاضرة فيها شيء جديد، أقول لك نعم. تعالوا كده نشوف يعني إيه اتجاهات. زي ما اتفقنا هناك أكثر من تعريف لأي مصطلح عندنا في العلوم الاجتماعية. تعتبر الاتجاهات من العناصر المهمة والمؤثرة في سلوك الفرد ودوافعه، فالاتجاهات هي المحرك لدوافع الفرد المنظم. وهناك نوعان من الاتجاهات: اتجاهات إيجابية واتجاهات سلبية. ممكن أنا أجي أقول لك في الصح والخطأ، هناك من يرى أن الاتجاهات هي إيجابية دائما داخل المنظمة، عبارة خطأ، ده فيه اتجاهات إيجابية وفيه اتجاهات سلبية. الاتجاهات الإيجابية تمثل في
كل الصفات الجيدة التي يمكن أن يتصف بها شخص معين، وكل السلوك الإيجابي، الحب، الصداقة، التقدير، الانتماء، التعاون. ويجب على المنظمة تعزيزها، زيادتها، عمل دورات تدريبية، وعمل نشرات تثقيفية، وعمل لقاءات، وعمل دعوات للاندماج بين العاملين القدامى والجدد إلى آخره، حتى تزيد من هذه الاتجاهات الإيجابية. أما الاتجاهات السلبية، الكراهية، الأنانية، الإساءة، الحقد، الكره، يجب على المنظمة العمل على إزالتها أو التقليل منها بقدر المستطاع. لكن أنا ما نقدرش في أي مجتمع نقدر نقول لك عند الاتجاهات نوع واحد فقط، سواء إيجابية أو سلبية. ليه؟ لأن العنصر البشري دائما وأبدا فيه الخير وفيه الشر، فيه الجانب الإيجابي وفيه الجانب السلبي. إذن عشان كده الاتجاهات لها نوعين، إيجابية وسلبية. تعريف الاتجاهات. عندنا ألبرت يعرف الاتجاهات بأنها إحدى حالات التهيؤ والتأهب العقلي والعصبي التي تنظمها الخبرة ولها أثر في توجيه استجابة الفرد نحو الأشياء والمواقف المختلفة. ويرى آخر أن الاتجاهات هي الميل نحو الاستجابة للعوامل البيئية المحيطة التي تصدر منها المنبهات الخارجية سواء كانت موجبة أو سالبة. ويرى ثالث أن الاتجاهات هي الاستعداد والتهيئ للسلوك بشكل منسجم ومتوافق سواء كان هذا السلوك إيجابيا أو سلبيا تجاه هدف معين. إذن كل التعريفات تصب في اتجاه معين هو سلوك الفرد. الاتجاه ده بيؤدي إلى أن الإنسان يسلك مسلك معين في المنظمة أو خارج المنظمة. وهناك مجموعة من الأمور الهامة التي تؤدي لتشكيل كل اتجاهات لدى الأفراد، وهي أول حاجة بتأثر في الاتجاهات إشباع الحاجات والرغبات. وهنا أذكركم بس بهرم إبراهام ماسلو، والكلام ده هيجينا إن شاء الله في فصل كامل نتحدث فيه عن الدافعية والحوافز كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى أول حاجة بتأثر في كل اتجاهات إشباع الحاجات والرغبات. أنا أول حاجة تأثر في اتجاه وسلوكي إشباع الحاجات المادية الضرورية اللي هي قاعدة الهرم زي ما اتفقنا. سواء ذلك الخبرات الشخصية، خبرتي إيه عشان تكون اتجاهي، والعوامل الشخصية، ثم المجتمع والأسرة وجماعات الزمالة، كلها لها تأثير أيضا في تكوين الاتجاهات. ثم تتكون الاتجاهات عن طريق غرسها بواسطة السلطة العليا. أنا ممكن الإدارة العليا هنا في المنظمة أو في الدولة تفرض قيم معينة، وقد تكون هذه القيم زي ما قلنا على الأكثر إيجابية تفيد المجتمع وتحقق أهداف المجتمع والمنظمة. أيضا تؤثر في تكوين الاتجاهات البيئة التي ينتمي لها الفرد، العادات والتقاليد والقيم إلى آخره، كلها أيضا. إذن هناك ستة عوامل تساهم بشكل أو بآخر في تكوين الاتجاهات: إشباع الحاجات المادية، الخبرات الشخصية والعوامل الشخصية، المجتمع والأسرة وجماعات الزمالة، تكوين الاتجاهات عن طريق غرس وسط السلطة الأعلى، البيئة التي ينتمي إليها الفرد اللي هي القيم والتقاليد والعادات إلى آخره. أيضا عندنا خصائص الاتجاهات، زي ما شفنا هناك خصائص للإدراك أو أحد ينسى أن الاتجاهات قد تتميز هنا بمجموعة من الصفات أهمها إنها متعلمة ومكتسبة. لو جيت عكست لك العبارة، هناك من يرى اتجاهات لا يمكن اكتسابها ولا يمكن تعلمها، العبارة خطأ، خلوا بالكم. الاتجاهات مرتبطة بالمشاعر والانفعالات والأحاسيس. الاتجاهات تتميز بالثبات النسبي، مثلها مثل إيه؟ الإدراك. تعتبر الاتجاهات قبل التغيير، تمتاز الاتجاهات بالذاتية، يعني بعمل كل شخص، فيتعكس انحياز الشخص أو الفرد إلى قيمه وعاداته وتقاليده وما يفضله في الحياة. إذن هنا هناك خمسة صفات للاتجاهات: متعلمة ومكتسبة، مرتبطة بالمشاعر والأحاسيس والانفعالات، تتميز بالثبات النسبي، قابلة للتغيير، تتميز بالذاتية، فهي تعكس انحياز الفرد لقيمه وعاداته وما يفضله هذا الفرد. بعد كده عندنا أنواع الاتجاهات، وحقيقة دي غالبا بيبقى فيها سؤال غالبا. طبعا احنا خدنا اكثر من معيار، هناك خمسة معايير قدامنا اهي تقسم الاتجاهات الى 10 انواع. من حيث الموضوع اتجاهات عامة واتجاهات نوعية. اتجاهات عامة تمس كل المجتمع، اتجاهات نوعية تمس فئة محدودة. من حيث الشمولية اتجاهات جماعية بجماعة معينة، واتجاهات فرد تخص فرد واحد. من حيث الهدف اتجاهات ايجابية واتجاهات سلبية. من حيث الظهور اتجاهات سرية لا يتم الاعلان عنها، واتجاهات علنية معلنة للجميع. ثم من حيث الشدة اتجاهات قوية واتجاهات
ضعيفة. دي خلي بالك ممكن يجي لك فيها السؤال الاختيار متعدد، تقسم الاتجاهات مثلا من حيث الهدف مثلا الى، يقول لك جماعية وفردية، يبقى دي خطأ صح ولا لا؟ لكن الصح بتاعها ايجابية وسلبية، من حيث الظهور سرية وعلنية، من حيث ايه الشدة قوية وضعيفة وهكذا. ودي خلي بالكم ممكن يبقى فيها سؤال. وظائف الاتجاهات، فيما تستخدم الاتجاهات؟ السؤال واضح ومعروف الجميع، فيما تستخدم الاتجاهات؟ تؤدي الاتجاهات عدة وظائف تتعلق بالمنظمة والفرد، أهمها تساعد في عملية التنبؤ بالسلوك، تزيد من المعرفة، تمكن من الدفاع عن الذات، تساعد في التعبير عن الثقافة والقيم، تساعد في التكيف مع البيئة المحيطة، تساعد على إشباع الحاجات والرغبات. خلي بالك أنا ممكن أجي أقول لك أي من الآتي لو سؤال بشكل مختلف لا يعد من وظيفة الاتجاهات، مثلا أجيب لك أي حاجة غير الستة دول، أو ممكن أجي العكس أقول لك تستخدم في الدفاع عن الذات وأجيب لك الاتجاهات وأجيب لك الإدراك وأجيب لك القيم وأجيب أي أشياء أخرى أو لا شيء مما ذكر. صحيح. يبقى خلي بالك اعرف وظائف الاتجاهات جيدا، لان ممكن يبقى فيها ايضا سؤال. تغيير الاتجاهات وتعديلها، ان عملية تغيير الاتجاهات وتعديلها لا تعتبر عملية سهلة، ادي اول حاجة ممكن يبقى عندك فيها سؤال. هاجي اقول لك هناك من يرى ان عملية تغيير الاتجاهات تعتبر عملية سهلة وبسيطة الى حد كبير. العبارة خاطئة، بل تعتبر من العمليات الحساسة والدقيقة والمعقدة كومبليكس، لأنها مرتبطة ومتصلة بشكل كبير في نفسية الفرد العامل داخل المنظمة. يبقى خلي بالك تغيير الاتجاهات ليست عملية بسيطة، ليست عملية سهلة، بل أنها عملية حساسة ودقيقة ومعقدة. إن الأفراد قبل دخولهم المنظمة يكون لديهم اتجاهات كثيرة ومتنوعة. أي واحد فينا، انت قبل ما تخش الجامعة عندك اتجاهات. انا عارف ان فيه كثير منكم والكثيرات موظفين وموظفات قبل ما يدخل المنظمة بتاعته عنده العديد من الاتجاهات. خلي بالك ان هذه الاتجاهات قد تختلف عن الاتجاهات الموجودة داخل المنظمة، صح ولا لا؟ لذلك يجب على المنظمة القيام بالتعرف على طبيعة الاتجاهات الموجودة لدى العاملين الجدد، والقيام بتعديلها او تغييرها بما يتوافق مع فلسفه المنظمه واهدافها، اللي احنا بنسميه ان شاء الله بعد كده تاخدوه بعد كده في المستوى الثامن اللي هي اداره الموارد البشريه تحت عنوان التهيئه المبدئيه للعاملين الجدد. احد الوظائف الاساسيه اول حاجه تعملها اداره الافراد او اداره الموارد البشريه بالمنظمه ايا كان المسمى، انها تهيئ العاملين الجدد دول للاتجاهات الجديده، وتقلل بقدر المستطاع من الأشياء السلبية اللي الذين أتوا بها من خارج المنظمة. نقطة في غاية الأهمية، وده دور أساسي بالنسبة لإدارة المنظمة. منهجية التغيير، كيف يتم تغيير اتجاهات؟ لا يمكن أن يتم تغيير اتجاهات بصورة عشوائية، يعني ما ينفعش كده بصورة ارتجالية، وإنما وفق منهجية وآلية سليمة حتى تكون عملية وذلك باتباع الخطوات. عشان أنا نغير الاتجاهات لابد نعمل ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تحديد وحصر الاتجاهات التي نرغب في تغييرها أو تعديلها. نشوف قدم الاتجاهات أنا عاوز نغيرها، يعني الحاجات السلبية إيه عندي من الآخر، إيه الحاجات السلبية، ثم نحدد الحاجات أو الأشياء الإيجابية المرغوبة التي نريد تكوينها. يبقى أنا حددت الحاجات الإيجابية اللي مراد تكوينها، اللي مراد غرسها في موظفين، ثم قبل ذلك سبقتها خطوة زي ما قلنا حصر الأشياء السلبية المراد تغييرها وتعديلها، بعد ذلك تحديد الاختلاف أو الاختلافات الكمية والنوعية بين الاتجاهات القديمة والاتجاهات الجديدة التي نرغب في تكوينها، وهذا الاختلاف هو ما يسمى بالفجوة السلوكية. وخلي بالك ممكن يبقى فيها سؤال، المقصود بالفجوة السلوكية لابد نبقى عارفينه كويس أوي، هو عبارة عن الاختلافات الكمية والنوعية بين الاتجاهات القديمة في المنظمة الموظفين القدامى وبين الاتجاهات التي نرغب في تكوينها، وهذا الاختلاف يسمى بالفجوة السلوكية.
ولا بد أن تعمل المنظمة على تقليل زي ما قلنا الأشياء السلبية وتحويلها إلى أشياء إيجابية زي ما قلنا عن طريق اللقاءات، عن طريق النشرات، عن طريق التهيئة المبدئية إلى آخره. معوقات أو عقبات عملية تغيير الاتجاهات: إن مدى القابلية للتغيير والاستجابة له تعتمد على مجموعة من العوامل، هي طبيعة ونوعية الاتجاهات الموجودة لدى الأفراد، نوع الاتجاه ده شكله إيه، طبيعة المعرفة والانفعالات التي تستند إليها الاتجاهات، طبيعة العلاقة بين الاتجاهات ومصالح الأفراد. خلي بالك احنا يبقى المصلحة هي الغالبة على الاتجاه زي ما قلنا، واحنا عرفنا ان الدوافع والمصالح هي اول اشياء او اول سبب في تكوين الاتجاهات، قلنا عليها تمثل قاعدة الهرم بالنسبة لهرم ابراهام ماسلو في الحاجات. مدى قوة الجماعة المرجعية التي ينتسب اليها الافراد، لو فرد بينتسب الى حزب او جماعة واستقى منها بعض الاتجاهات بيبقى صعب تغييرها اذا كانت هذه الجماعة قوية. العامل الخامس يتعلق ب الاتجاهات التي ترغب في التحول إليها، هل تتناقض مع اتجاهات الفرد الحالية أم لا؟ العامل السادس: تعتمد على تغيير الاتجاهات على الطبيعة النفسية والشخصية للأفراد ومدى مرونتهم. هل الأفراد عندهم مرونة ولا لا؟ اللي احنا بنسميها أحيانا الشخص المعتدل والشخص لا قدر الله غير المعتدل، يعني البسيط الإيجابي الاجتماعي، ده بنسميه شخص طبيعي. غير كده بنقول عليه انفعالي، عليه انطوائي، يقول عليه لا قدر متغير المزاج، مضطرب المزاج الى اخره. تعتمد عمليه التغيير على خبراء التغيير، يعني مش اي واحد يا اخواننا، لابد يكون من خبراء التنميه البشريه. عشان كده في ناس متخصصين دلوقتي والاهتمام باداره التنميه البشريه، هيومن ريسورس مانجمنت، اداره الموارد البشريه، مهم جدا في الوقت الحاضر. وهناك العديد من الكليات والدراسات والكتب والمراجع التي تتناول هذه النقطة. أشهرهم عندنا كان في العالم العربي الدكتور رحمة الله عليه إبراهيم الفقي، كان خبير تنمية بشرية معروف على مستوى العالم العربي والإسلامي رحمة الله عليه. إذا تعتمد عملية التغيير على خبراء التغيير ومدى مقدرتهم على تحديد ماذا يريدون وتحديدهم للأسباب الاتصالية. خلي بالك عملية الاتصالات مهمة جدا زي ما اتفقنا، ما ينفعش أبدا أننا نعمل اتجاهات صحيحة أو نغير الاتجاهات السلبية إلا إذا كان عندي عملية اتصال ناجحة داخل المنظمة وعلى كل المستويات، سواء من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى أو أفقية بين الإدارات المختلفة إلى آخره. أهم الأساليب والطرق التي يمكن استعمالها من أجل تغيير الاتجاهات: لو أنا عاوز نغير اتجاهات العاملين بعمل إيه؟ تخطيط وتنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تغيير اتجاهات الأفراد العاملين حيال مواضيع معينة، القيام بعملية اتصال بشكل مخطط ومنظم سواء كانت هذه الاتصالات فردية أو جماعية شفوية أو مكتوبة، القيام بصياغة استراتيجية ترويجية مناسبة، ثم القيام بعملية تغيير في عناصر البيئة الثقافية المحيطة بالأشخاص المعنيين. لو أنا اتبعت هذه الخطوات بشكل علمي أستطيع أن أغير الاتجاهات السلبية إلى إيجابية، وأن أقلل بقدر المستطاع أي اتجاهات سلبية يحملها العاملون الجدد بالنسبة للمنظمة. إذن لابد تكون في رؤية علمية، رؤية صحيحة، تخطيط منظم، وبرامج هادفة، والاتصالات بشكل جيد، وأيضا هناك استراتيجية مناسبة، ثم أيضا البيئة الثقافية والاجتماعية والحضرية المحيطة بالأشخاص لابد أيضا من تغييرها بما يتناسب مع هذه الاتجاهات الجديدة. عندك قياس الاتجاهات، كيف يمكن قياس الاتجاه؟ حقيقة عندنا هنا اهتم العلماء بمعرفة أثر الاتجاهات على السلوك الإنساني، وذلك من خلال عملية قياسها باستخدام مقاييس مختلفة: المقابلات الشخصية واستمارات الاستبيان وغيرها. احنا عندنا هنا ثلاث مقاييس: مقياس بوغاردس، ومقياس ليكارت، ومقياس تيرستون. تعالوا كده نشوف كل مقياس لمحة سريعة للمعرفة فقط، بس خلي بالك ممكن يجي لك أحد المقاييس ويقول لك ده من أي نوع، هل ده مقياس بوغاردس ولا مقياس ليكارت ولا من أي نوع. تعالوا كده نشوف. الهدف منه التعرف على مدى تقبل الأمريكيين، المقياس ده استخدم في قياس مدى تقبل الأمريكيين أو نفورهم من أهل الشعوب الأخرى، حيث قام البحث بعض أو قدم البحث بعض العبارات، عندها سبع عبارات تمثل استجابات متدرجة من أقصى درجة للقبول الاجتماعي الى اقصى درجه وهو عدم القبول او الرفض. هذه العبارات كانت سبعه:
مثلا تيجي تسأل الواحد أو الواحدة تقول له أقبل الزواج من الأغراب دول ولا لأ؟ أقبل انضمام أحدهم للنادي اللي أنا بعيش فيه ولا لأ؟ أقبله جارا لي ولا لأ؟ أقبله لمارس مهنتي ووطني ولا لأ؟ أقبله مواطن في بلدي يعني أخذ الجنسية ولا لأ؟ أقبله زائرا لوطني؟ أقبله أقبل استبعاده من وطني يعني إرجاعه مرة أخرى أو طرده من هذه البلاد. هي كانت العينة على 1725 أمريكيا، وكانت الاستجابة أنه للأسف الشعب الأمريكي في الأساس هو شعب يحب وطنه ولا يريد آخرين أن يشاركوا هذا الوطن. تلقى أحيانا عندهم النزعة الانطوائية إلى حد كبير. مقياس ليكارت يعتبر من أكثر المقاييس استخداما في قياس الاتجاهات، ويحتوي العدد من العبارات التي لها علاقة باتجاهات الأفراد حول ما يتعرضون له من مواقف. ويمكن حد يقول لك بالنسبة للمقياس الأول، وطبعا ده مش موجود في الكتاب، الكلام اللي بقوله ده انه فعلا الشعب الامريكي ما زال لا يهتم الا بالمواطن الامريكي في العديد من، عشان كده انا بقول امريكا بتخوض العديد من الحروب من اجل المحافظة على فئة المواطن الامريكي. ما تقول ليش والله ده جاي تعمل نظام في الشرق الاوسط ديمقراطي ولا غير ديمقراطي ولا لا علاقة باي حد، اهم حاجة المصلحة بالنسبة للمواطن الامريكي. وده رأيي، قد تختلفوا معي او تتفقوا معي. مقياس ليكارت بيحدد أن هناك عدة اتجاهات لدى الأفراد، وكيف يمكن قياس هذه الاتجاهات. وضع هنا وزن نسبي لكل عبارة من العبارات على 5 مستويات: موافق بشدة، وموافق، ولا رأي لي، وغير موافق، غير موافق بشدة. ويكون للشخص الحرية في التعبير عن رأيه باختيار الدرجة التي تتفق مع اتجاهه. تتراوح هذه الدرجات من 5 إلى 1. بعد ذلك يتم القيام بالعمليات الحسابية والإحصائية للوصول إلى نتائج. مثال ذلك: هل أنت من المؤيدين لقيام وحدة عربية شاملة؟ وطبعا تقول رأيك، وزاولة تراوح الدرجات من 5 إلى 1. طبعا لو سألت معظم المواطنين العرب أعتقد أن هم كلهم اتجاهاتهم واحدة، إلا من رحم ربي لا قدر الله في البعض يقول لك لا أنا وحدة مين يا عمو، ده للأسف اللي هم لهم مصالح مع لا قدر الله الدول الغربية والاتجاهات الأخرى غير نظام الوحدة. مقياس تريستو يعتمد هذا على، أو هذا المقياس على عدد من العبارات يصممها الباحث لقياس اتجاه الأفراد حول موضوع معين، وتكون مجموعة من العبارات تتراوح بين مؤيد للغاية أو عدم مؤيد للغاية. تتلخص خطة المقياس فيه: يصيغ الباحث مجموعة من العبارات ذات العلاقة بالاتجاه المراد قياسه، يجب مراعاة الوضوح في الجمل والعبارات، يتأكد الباحث من مصداقية الاستبانة وذلك باستشارة عدد من المختصين، إعطاء وزن لكل عبارة وعلى أساسها يتم وضع درجة أهمية كل عبارة في الاستبيان. يعني هنا برضو نفس الكلام ونفس المقاييس يستخدمها هذا المقياس. أبنائي وبناتي، أتمنى أن احنا نأخذ استراحة بسيطة لمدة 10 دقائق لأداء صلاة المغرب. تقبل الله منا ومنكم، وسوف نستأنف المحاضرة بعد صلاة المغرب مباشرة.
نستكمل المحاضرة فيما يتعلق بالاتجاهات كنظام فرعي. يتكون نظام الاتجاهات المفتوح من الجوانب الآتية: المدخلات اللي هي الانبوت، وهي اتجاهات وقيم ومعتقدات تتعلق بأمور اجتماعية ودينية وحضارية. مدخلات تتمثل في المعلومات الاجتماعية والتنظيمية والحضارية إلى آخره. النقطة الثانية: عمليات وأنشطة، بروسيس أند أكتيفيتيز، القيام بعملية مقارنة بين المدخلات وبين الدوافع والخبرات، عملية تحليل الاحتمالات، تحقيق الفائدة أو الضرر وتطلبه ذلك من تغييرات في سلوك الفرد. ثم بعد ذلك أيضا عندنا عندما يتم تكوين الاتجاهات المؤيدة، عندما يصل نظام الاتجاهات إلى قناعة بأن موضوعات معينة تمثل مصدر للمعاونة، بعد ذلك يأتي العنصر الثالث وهو المخرجات أوتبوت. اتجاهات مؤيدة، اتجاهات معارضة، اتجاهات محايدة. وخلي بالك على هذه المخرجات يتوقف بعد كده إمكانية أن تكون غالبية الاتجاهات مؤيدة لهذه الآراء وهذه السياسة أو لا. بعد كده عندنا الفيدباك التغذية العكسية، وردود الأفعال والتي قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على تحقيق أهداف المنظمة والأفراد العاملين بها. خلي بالك النقطة في غاية الأهمية. إذن أيضا ينظر إلى عملية الاتجاهات كأنها جزء من النظام الأشمل والعام، فيها مدخلات، فيها مخرجات، فيها عمليات، وفيها تغذية عكسية، وبالتالي فهي نقطة باعتبار أنه فعلا الاتجاهات هي جزء من نظام أشمل وأعم، النظام العام. من هذا المنطلق نقدر نقول أنه الاتجاهات هي نظام فرعي من النظام الاجتماعي العام. آخر محاضرة أخذناها قبل هذه المحاضرة البث المباشر كانت عندنا القيم، المحاضرة رقم 6 value، القيم. والقيم في المحاضرة بتاعتنا غطينا خمسة نقاط: مفهوم القيم، خصائصها وأهميتها، أهم مصادر تكوين القيم، تغيير القيم، كيفية قياسها، ثم القيم وأخلاقيات العمل. ودي نقطة في غاية الأهمية. نبدأ هذه النقطة بتعريف القيم. زي ما اتفقنا قبل كده، من الصعوبة بمكان القول أن هناك تعريفا موحدا ومقبولا لمفهوم القيم، وذلك لارتباطها بالأفراد الذين يختلفون في أمور كثيرة وعديدة: الإدراك والشخصية والاتجاهات والمعرفة إلى آخره. وهناك من يدمج بين مفهوم القيم والاتجاهات ولا يفرق بينهم. على سبيل المثال الدكتور علي السلمي، وهو أستاذ الإدارة كان رئيس حكومة عندنا قبل كده، يرى أنه ليس هناك أي فائدة عملية من الفصل والتمييز بين المفهومين. يقول لك القيم هي الاتجاهات والاتجاهات هي القيم، لأنها كلها وجهات نظر شخصية يكونها الإنسان بناء على تقييمه للأمور. طيب لكن في وجهة نظر مختلفة، وهناك وجهة نظر أخرى تقوم على الربط بين مفهوم القيم ومفهوم الاتجاهات، وأن ظهور القيم ناتج عن عملية تفاعل في الاتجاهات. وبعد كده جه إزنيك وقال إيه؟ إن ترسيخ الاتجاهات وتفاعلها يؤدي إلى تحولها إلى قيم، ويتم ذلك وفق ميكانيكية معينة، آراء، مجرد آراء تتحول إلى اتجاهات، والاتجاهات تتحول إلى قيم نتيجة التفاعل. فالآراء عندما تتعرض للتفاعل والتناسق تتحول إلى اتجاهات، والتي بدورة تتعرض للتفاعل وانتقاء وتعميم تتحول إلى قيم، وهكذا. يعني الآراء المعتادة تتحول إلى اتجاهات، والاتجاهات نتيجة التفاعل تتحول إلى قيم. لكن أيا كان الأمر، طب هناك بقى رأي آخر. روكش العالم المشهور، روكش يرى أنه بضرورة وجود فروق جوهرية يمكن إجمالها في: القيم تمثل معيار للسلوك وترتبط بهدف معين يمكن تحديدها، تأثير كبير، تتميز بثبات نسبي. ده القيم، فرق بين القيم وبين الاتجاهات. تعريف القيم هي المعتقدات، وانها اعتقاد ضمني او صريح
وأن تعريف القيم بهذا المعنى يعطيها الفرصة أهمية كبرى أو تقديرا كبيرا في حياته وسلوكه من المغامرة والعدل والشجاعة وغيرها من الصفات. أيضا عندنا خصائص القيم، أنها إنسانية، أنها صعبة الدراسة، أنها نسبية، ترتب تركيبا هرميا، تؤثر في الاتجاهات والآراء، مألوفة ومعروفة، أنها ملزمة وآمرة. والكلام ده كله شرحناه بشيء من التفصيل أثناء المحاضرة. أهمية القيم أنها ضرورية في تشكيل فهم الواقع والدوافع، أنها تؤثر على إدراكاتنا، تؤثر أنها قوة محركة ومنظمة للسلوك، تعد معيارا عند إجراء المقارنات، تعد القيم عامل موحد للثقافة العامة، تعتبر القيم محددة للأهداف والسياسات، أنها تبرز الاختلافات الحضارية بين المجتمعات والمنظمات. خلاصة القول أن القيم هناك قيم اجتماعية وتنظيمية ومهنية وشخصية، وكل الكلام ده مر علينا بشيء من التفصيل. تكون القيم، تتكون القيم زي ما قلنا نتيجة المزج بين عاملين، غريزي ومكتسب. ويؤكد مندل وجوردن أن هذه القوة للقيمة لدى الإنسان ومدى تعرضه للتغيير يتصلان بعلاقة الفرد بعائلته وثقافته الموروثة. يوجد عدد من القواعد لتشرح هذه العلاقة، وهي 8 قواعد هنا سريعا. القيم باقية، من الصعب إقناع الفرد بتغيير القيم إلا في حالات نادرة. أن هناك قيم متشابهة، أن لابد اختلاف الفئة الاجتماعية يؤدي أيضا إلى اختلاف القيم والعرف الموجود. يسعى الفرد لتحقيق الانسجام والتناسق بين قيمه وقيم الجماعة. أن عناصر البيئة لها تأثير على القيم، قد تتعارض القيم مع السلوك عندما تتعلق بالأخلاق. تتغير القيم الشخصية نتيجة تجارب عاطفية، ولكن هذا التغير نسبي وليس مطلق. تصنيف القيم، قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية، هي 6 أنواع عموما، ثم دينية ثم فكرية ثم جمالية. كل الكلام ده احنا أخذناه، بس أنا سريعا عشان أدي فرصة للأسئلة إن شاء الله. أيضا مصادر القيم هي التعاليم الدينية والتنشئة الاجتماعية، وعندنا أيضا الخبرة السابقة، عندنا أيضا الجماعة التي ينتمي إليها الفرد وتأثيرها أيضا في تكوين القيم، ثم تغيير القيم. احنا قلنا القيم ثابتة إلى حد كبير، لكنها أحيانا قابلة أيضا للتغيير، ولكن هنا الثبات نسبي وليس مطلق. يمكن في نقطة مهمة جدا، مقياس القيم، اختبار دراسة القيم. عندنا مقياسان هنا، وده جوردن وإلبرت وفيليب فيرنون عملوا 6 أنماط من القيم. القيم النمط النظري والاقتصادي والجمالي والاجتماعي والسياسي والديني، ولابد هنا نشوف أثر كل نمط من هذه الأنماط وتأثيره على السلوك بالنسبة للأفراد. مقياس القيم الفارق، وده عمله العالم برينس، وخد 64 زوج، يعني 64 في 2 ب 124 128، وبعد كده وضع الأساسيات على اعتبار أنه يقيس قدرة الفرد بالنسبة لهذه القيم. تمثل قيم أصيلة أو قيم عصرية، وهنا زي ما قلنا وضع كل مجموعة 64 في 2 ب 128 عبارة يتم الاختيار فيها. بعد كده عندنا أخلاقيات العمل وأثرها بالنسبة للقيم، ودي مهمة جدا. نعم، دي كانت أهم النقاط الأساسية فيما يتعلق بهذه المحاضرة. تفضل، هل هناك سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخي الكريم. من معي؟ الصوت أخوك الصديق أحمد الموسى. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد، كيف حالك؟ كل عام وتطيب يا حبيب، أخبارك؟ الله يبارك فيك يا حبيب ويجزيك كل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. اللهم آمين. سعداء لسماع صوتك، تفضل. أنا أسعد دكتورنا العظيم، تفضل حبيب. دائما ما تترينا وتعطينا، وفي بالأمانة تترينا بمعلومات وتضيفنا الكثير الكثير الكثير، ده كرم كثير منك. بالذات في المحاضرة اللي هي البيئة الفاليو، نعم، المحاضرة خاصة بالقيم. نعم نعم، من أروع ما سمعت منك يا ربنا. طبعا كل ما سمعت منك كان رائع، لكن فعلا أضفت لي إضافة كبيرة. جزاك الله كل خير، تفضل. الله يجزاك الخير. دكتوري أنا عندي سؤال. تفضل. إحنا كيف نستطيع بنفس موضوع الفاليو؟ طبعا أنا عرفت منك وتعلمت منك واستفدت منك الكثير. هي من أول شيء نأخذها من الدين والنشأة والخبرة، ثم الانتماء إلى أي جماعة. نعم، سمعت المحاضرة كاملة وصرت منها كثير، لكن سؤالي لك يا دكتور، الحقيقة كيف نستطيع أن، يعني أنا بنظري على المؤاخذة دكتور، أن هذه المحاضرة يجب أن تدرس مبكرا، يعني في الهاي سكول، نعم، تدرس قبل،
نعم نعم لأن فعلا كيف نستطيع أن ننمي هذه القيم ونغذيها التغذية الإيجابية، يعني التغذية الإيجابية تدفع إلى تحسين حالتنا للأسف المتدهورة، نعم، وأن نشبع بها الجيل الجديد. نعم هذا هو سؤالي. تفضل يا أخي، جزاك الله خير يا أستاذ أحمد. أولا يا أخي الكريم، احنا ما نشد من نكون في الظروف الحالة اللي احنا نعيشها الآن، إلى أن احنا بالفعل أولادنا الصغار، أنت عارف في مثل عندنا بيقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. نتمنى أنه بالفعل يبقى عندنا إزاي نربي أولادنا على الانتماء وعلى احترام الدين والأخلاقيات، وإحنا عندنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة كلها تؤكد ذلك، كلها تؤكد ان احنا بالفعل اول حاجة نحترمها ونستمد منها قيمنا الدين. احنا للأسف استاذ احمد بعدنا كثيرا عن ديننا الاسلام السمع، انه طلعت علينا دلوقتي جماعات ما تسمى، مش عاوز اقول عليهم اسلاميين، حقيقي لا يصح باي حال نصف هذه الاعمال وهذا التخريب وهذا اللي احنا نراه باعمال بوصف ديني ابدا باي حال من الاحوال. كل الاديان بدون استثناء اللي احنا نؤمن بها كمسلمين ما فيها دين يحد لا قدر الله على الكره ولا العنصرية ولا اللي احنا بنشوفه الآن، وعلى القتل والذبح بالشكل ده. اذا نرجع لمرجوعنا عن اهمية القيم في حياتنا، احنا عندنا الحديث بيقول ان اقربكم الي مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. القيم والدين والاخلاق شيء لا يرتبط باي حال من الاحوال. ان الانسان فينا يقول لك انا هنأخر انتمائي ونتأخر قيمي ونغيرها بسهوله، هذا خطا كبير احنا بنقع فيه. وللاسف هناك البعض، لا ده وده استثناء استاذ احمد من القاعده، استثناء وليست القاعده، انه فيه بعض الشباب للاسف يغرر بيهم. بعض الشباب بيتم اقناعه انه هو يروح ينتحر لا قدر الله ويقول لك انا شهيد، انا استشهدت بهذا المعنى. للاسف ده طبعا كله يعتبر من قبيل سوء التنشئة. عشان كده الدول المتقدمة على سبيل المثال اللي احنا بنقول، يعني لو خدنا المثال اليابان كمثال، اليابان اكتر دولة على مستوى العالم فيها الحب والانتماء وإيثار الشخص للآخرين ومعاقبة الذات الشعب الياباني، ويضرب به المثل في ذلك. احنا كمسلمين اولى ان نكون كذلك، اولى ان احنا يبقى عندنا تنشئة صحيحة وقيامنا مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لكن احنا للأسف عندنا تقصير من جانب بعض المؤسسات، مش اقول الكل، زي ما انت قلت رأيك ده صائب بالفعل، انه يجب تدريس هذه القيم واهميتها واهمية غرسها للاجيال الصغيرة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، اللي احنا محتاجين بالفعل بعد كده يبقى عندنا جيل يحب وطنه وعنده قيم صحيحة، ونقلل بقدر المستطاع من القيم السلبية. لكن احنا للأسف طبعا عندنا بعض السلبيات، وللأسف زي ما انت عارف الحسنة السيئة بتعم والحسنة بتخص. لكن للأسف احيانا الغرب دلوقتي او المستشرقون يصفوا العالم الإسلامي كله بالإرهاب بالأصولية المتطرفة، وصور المسلم كأنه إرهابي، ودي كارثة نتمنى ان نتخلص منها. وطبعا في المقام الأول في مؤسساتنا ومجتمعاتنا ودولنا في الأساس نتمنى ان يتم ذلك ان شاء الله، بس بتعاون يا استاذ احمد كل المؤسسات، ما ينفعش مؤسسة دون اخرى او جهة دون اخرى، لان احنا دلوقتي بنعالج ظواهر اجتماعية، والظواهر الاجتماعية ده معرفينها معقدة، ولذلك يجب معالجتها من اكثر من جانب. اتمنى نكون جاوبت على سؤالك استاذ احمد بايجاز. شيق يا دكتور طويل، ولكن انا اترك الميكروفون للاخر. ربنا يبارك فيك، شكرا يا اخي الكريم، شكرا يا اخي الكريم، جزاك الله خير. تفضل. هل هناك سؤال؟ ألو؟ هل هناك أي أسئلة؟ الو، ايوه نعم،
الو الو وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. بارك الله فيك، اتفضلي يا بنتي. دكتور انا دخلت تحليل الواجب بعد تاريخ الانتهاء بيوم، الواجب انتهى تاريخ 4 انا حليت تاريخ 5، فانا كنت مسافر الفتره اللي راحت ما كنت ادخل بلاك بورد. ده الواجب الاول، الواجب الاول. طب ما لسه يا بنتي مهلته، لسه ده الواجب الاول لسه قدامه كمان اسبوع تاني حتى 21/10. انا دخلت حليت طلع جم اسمي متاخر. لا ما هو الدرجات يا بنتي دلوقتي في نظام الوكالة لا تعلن الدرجات، فما تقلقي من هذه الناحية، لكن انت بس عليك حل الواجب بس. الدرجات الوكالة مسؤولة عن احتسابها لكل طالب وطالبة، ما تقلقي في هذه الناحية. نعم بالضبط، فالدرجات السياسة دلوقتي ما فيش أي مشكلة، فأنت ما تقليش. أهم حاجة ما تسيبيش الواجب بدون حل في الفترة المحددة. بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. ألو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية وربي يوفقك. ربنا ربنا يكرمك يا حبيبي، اهلا وسهلا بيك. الحقيقه اللي زيك ما يسالش ما شاء الله تبارك الرحمن. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير يا اخي الكريم، تفضل. شرح جميل، معلومات مفيده، اسئله وقت المحاضرات، اسئله بعد المحاضرات، تفضل. اسئله في المراجعات، تبارك الرحمن، جزاك الله كل خير. صراحه يعني لنا تجربه جميله معك الترم اللي فات، كنت يعني عون ربنا يكرمك، واب ومربي واخ اهلا وسهلا بك يا اخي، ده كثير والله كرمك، ربنا يكرمك. اسم الكريم يا اخي، اتشرف باسمك. سعد بن محمد. ماشي يا استاذ سعد، اهلا وسهلا بك. الله يبارك، الله يبارك. بس عندي ملاحظه. اتفضل اتفضل يا اخي، اتفضل. Thank you.
اللي حصل في الصوت بس. اللي حصل في الصوت. اتفضل يا استاذ سعد. استاذ سعد معانا ولا؟ ايوه معك. اتفضل يا اخي اتفضل. في بعض الزملاء الله يجزاهم خير اسئله عامله بعض الزملاء بيطرحوا اسئله. الزملاء بيطرحوا اسئله اهم شيء يعني ممكن يجي حضرتك في المكتب في ساعه المكتبيه يناقشك فيها. اهلا وسهلا بك في اي وقت يعني. لا اهلا وسهلا بك الساعات المكتبيه انا موجود في المكتب. اهلا وسهلا بك في اي وقت يسعدنا والله يا استاذ سعد. اهلا وسهلا. شكرا لك. الله يخليك. الله يخليك. جزاك الله كل خير. ان المحاضره يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. تشرف يا اخي. اهلا وسهلا بك. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. اهلا وسهلا. طب الصوت الصوت شويه بالراحه كده عشان اسمعك الله يرضى عليك. مش ما سمعتش السؤال يا بنتي والله. النظريات نعم هي كل وكل نظرية وكل مدرسة عاوزك تعرفي الفكرة بس. لكن الأسماء الخاصة بعلماء كل مدرسة لا مش لازم. في بعض الأسماء أنا قلتها مطلوبة يعني مثلا زي مدرسة الإدارة العلمية مدرسة الإدارة اللي هي في هنا ريفيول واخد بالك لازم نبقى عارف مثلا مدرسة البيروقراطية أو نظرية البيروقراطية. بعض العلماء فقط هي المطلوبة لكن النظريات دي أنا بقولها عشان تعرفي أنه في وجهات نظر مختلفة تتناول السلوك التنظيمي. ماشي يا بنتي. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. هل هناك أسئلة؟ ألو؟ ألو؟ أيوة. أهلاً وسهلاً. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا بنتي تفضلي. الو وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضلي يا بنتي. عندي سؤال دكتور خارج يعني مش في علاقة بالمادة. عندي سؤال تقني يعني. تفضلي ما في مشكلة تفضلي.
بخصوص مبلغ ايه بقى؟ والله يا بنتي ده سياسة جامعة وسياسة كلية. انا معذرة دي حاجات ادارية. طيب ده حاجات بس ادارية يا بنتي، والله لا علاقة لنا بها كاعضاء التدريس، فاعتذر منك بشدة يعني. لكن ان شاء الله يعني قابلة للتسوية مع الادارة باذن الله. يا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو وعليكم السلام ورحمة الله. مش سامعك يا بنت، قول السؤال مرة تاني. لا يا بنتي، يعني هو السلايدات الحمد لله فيها شرح كافي لك حد كبير، بس فيه بعض النقاط لابد من الرجوع للكتاب. يعني لو فيه حتة ما استوفهاش الشرح بالنسبة ليكي لازم ترجع للكتاب. بس لو انت سمعت المحاضرات والاسئله اللي احنا بنقولها ده يكفي الى حد كبير. بالتوفيق ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. أبنائي وبناتي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نشوفكم في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله.